الله يرضى عليك الله يحفظك. يلا يلا دابا الدور ديال وتشيرو علاش اسم ديالك موسى السر موسى تشرف لي اسم موسى الورق. يلا اختار سؤال وعطيه الاستاذ يلا هذا طرحنا قبيله وما جواب عليه حد. متى تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين سوداء؟ باش نقرب لك شويه النبي صلى الله عليه وسلم لما مات خديجه رضي الله عنها تزوج بها هي الثانيه اللي تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم. فوقاش توفات خديجه رضي الله عنها؟ شمن سنه؟ تياش هاك يلا شي بنيته صفو عليه صفو عليه يلا بنتي اجي اجي تي دوزتي لا ولا باقي ما دوزتي شي دوزتي لا صافي اللي داز صافي ما جا البارح. اسم ديالك شنو؟ يا غيلة. يا غيلة يلا خسر سؤال يلا من أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من النساء؟ سكتوا سكتوا ما تقولوش انتوا غير كيسمعوكم.